الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. وبعد أيها الأحبة، نكمل في كتابنا كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونحن ما زلنا في كتاب الطهارة في الباب الرابع، باب في المذي وغيره، الحديث الأخير، ألا هو 27. We are still in our book عمدة الأحكام by its author الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. We're still in the first chapter that has to do with purification, first book of it, and the fourth door rather has to do with المذي and removing this najasa. The last hadith in this door, hadith number 27. قال رحمه الله تعالى الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. رواه البخاري ومسلم. He mentioned رحمه الله تعالى حديث number 27 under the authority of أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. He said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam say, five practices are characteristics of al-fitrah: circumcision, shaving the pubic hair, depilating the hair of the armpits, clipping the nails, and cutting the mustaches short. طيب إخوة، ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث 27 حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله عنه وأرضاه. He mentioned the hadith of أبي هريرة, may Allah be pleased with him. His name is عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. He is the صحابي who narrated the most hadith. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. والفطرة يا إخوة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها تدعو إلى كل ما هو خير وتحذر من كل ما هو شر. فالفطرة التي فطر الله تعالى الناس وأوجدهم عليها وخلقهم عليها تأمرهم بكل ما هو طيب، كل ما هو جيد، كل ما هو خير، كل ما فيه منفعة للمسلمين، وتبعدهم عن كل ما فيه شر. وهذا الحديث عجيب والله. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم جملة النظافة التي أمر بها الإسلام. هذا الحديث ذكر جملة النظافة التي أمر بها الإسلام. He mentioned صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس. That five characteristics or five practices rather are characteristics of الفطرة. الفطرة يا إخوة is one's innate nature. Allah تبارك وتعالى created him upon it. It calls him to everything that is good and beneficial and warns him from everything that is forbidden. This hadith is a beautiful hadith. It shows the practices and characteristics that Islam calls to, which is purification and cleanliness. And that's what our deen is based on. Tahara and nadafa, cleanliness and purification. قال الفطرة خمس. وهنا العدد هذا لا مفهوم له يا إخوة. والمقصود من هذا الكلام إنه ليس فقط النظافة في هذه الخمس أمور، ليس فقط، وإنما هناك أمور أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذه الخمس. وجاء حديث في صحيح مسلم
يعني ذكر أكثر من هذا العدد في صحيح مسلم. We said, يا إخوة, him saying صلى الله عليه وسلم that there are five practices of, or practices that are characteristics of al-fitra does not mean that there is only five. Rather, from the practices and that are characteristics of al-fitra, there are five. He mentioned five. Not that there are only five, but he mentioned from these practices, five practices, صلى الله عليه وسلم. قال الختان. الختان اللي هو طهور. وهو قطع القلفة هذه التي تكون على ذكر المولود. وأمر الله أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقطعها لأنه يتجمع فيها الأوساخ والقاذورات وتؤدي إلى الأمراض والالتهابات كما هو معروف عند الأطباء وأهل الخبرة. لذلك جاء الإسلام بالأمر بقطعها. وأما الوقت الذي يعني يفعل فيه جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم سابعهما يعني سابع يوم بعد الولادة. وهذا يعني ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كذلك في تمام المنة وخرج الحديث هذا. We mentioned he mentioned صلى الله عليه وسلم first of all circumcision and it's cutting that extra يعني rather this on top of the private parts of the newborn the baby boy an extra ring or extra meat that is on top of his private parts. The reason for this is because a lot of impurities are gathered in that area and it causes يعني illnesses. And so Allah his the messenger sallallahu alaihi wasallam ordered for it to be cut off circumcision. As for the timing of it, it was mentioned in a few hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam performed the circumcision on al-Hasan and al-Husayn on the seventh day of their birth. And the Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala in his book Tamam al-Minna elaborated more on this. And on the ahadith. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد الختان قال الاستحداد. الاستحداد والاستحداد يا إخوة هو حلق شعر العانة إن كان في القبل أو في الدبر. حلق شعر العانة ولا يخفاكم الفائدة من ذلك. إذا طال هذا الشعر يسبب إلى يؤدي إلى رائحة وقد تعلق به بعض الفضلات والقاذورات فيؤدي إلى الخلل في الطهارة. الإنسان ما نظف نفسه بالشكل المطلوب فما رفع القذارة والنجاسة هذه عنه فوضوءه بيكون غير صحيح وغير كامل. وإذا كان الوضوء غير صحيح وغير كامل فالصلاة غير مقبولة. ولا شك يا إخوان هذا من تمام النظافة والله. Then he mentioned صلى الله عليه وسلم shaving the pubic hair. No doubt it is obvious why this is important and from the practices of the characteristics of al-fitra, removing the hair. Hair causes the smell. At the same time, maybe when one removes impurities from himself, some would be caught with this hair. Therefore, one does not completely remove the najasa and impurity, and this obviously affects his wudu. And therefore affects his salah. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقص الشارب. قال وقص الشارب. وقص الشارب يا أخو لا يكون حلق الشارب بالشفرة يعني أو بالمدية وإنما يكون قصه يعني تخفيفه. وبعض الإخوة قد يظن أن الإسلام يأمر بأنه الشارب تماما يعني يحلق. والحكي هذا غير صحيح. قد يكون المسلم عنده شارب ثخين ولكن لا ينزل هذا الشارب على الشفه. قد يكون الانسان عنده شارب ثخين ما في مشكله لكن الشارب ما ينزل على الشفه. واعتقد هذا كذلك يا اخوه ظاهر في النظافه لانه هذا مؤذي. الناس يا إخوة كيف تشرب من خلفك
لو كان إنسان شارب ثخين كيف يشرب من خلفه في الكأس وكذا؟ يعني هذا يؤدي إلى يعني أنه الإنسان يتقزز حقيقة من هذا الشارب إذا جاء إنسان يشرب من خلفه. فالإسلام يا أخو أمر بحف الشارب وإرخاء اللحى، أمر الإسلام بإحفاء الشارب وبإرخاء اللحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. رواه الإمام مسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفر اللحى وأحف الشوارب. رواه البخاري ومسلم. فسبب آخر يا إخوة في حف الشوارب مخالفة المجوس والكفار والمشركين. انظروا للنصيرية والمجوس وأتباعهم، تجد الشاب هذا الثخين بقف عليه صقر زعمه، هذا كله ما يعرفه المسلمون، إنما هذا جاء دخيل علينا من المجوس، جاء هذا الكلام دخيل علينا من المشركين والمجوس، عندهم هذه الشوارب الثخينة، فأمرنا بمخالفتهم بحف الشوارب وبإرخاء اللحى، بحف الشوارب وبإرخاء اللحى. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كما في حديث علي رضي الله عنه كان كثيف اللحية، كان كثيف اللحية، وجاء في الصحيح أنهم كانوا يعرفون قراءته في السرية يعني في الظهر وفي العصر أنه يحرك شفتيه، قالوا رضي الله عنهم باضطراب لحيته، باضطراب لحيته كانوا يعرفوا أنه يحرك شفتاه في القراءة السرية. والإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى يا إخوان في تفسيره أضواء البيان عند قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال: والصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها كانت لحاهم في صدورهم، كانت لحاهم في صدورهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن إلى الله المشتكى يا إخوة، صدق صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فأصبح القبيح جميل وأصبح الجميل قبيح. هناك رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها ضعف لكن نستأنس بمعناها، قالت: والذي جمل الرجال باللحى. وحلق اللحى يا أخوة ما جاءنا إلا من الإفرنج، ما كان المسلمون يعرفونه أبدا، ما كان المسلمون يعرفونه أبدا، وإنما جاءنا هذا الكلام من الإفرنج. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. Then he mentioned صلى الله عليه وسلم the trimming of the mustache. We said not to shave it off completely, rather to trim it, to trim it light. And in Islam, ya ikhwa, a person can have a thick mustache. A person can have a thick mustache as long as it does not come down to his lips. The reason for this is obvious. If a person was to drink after a person who has thick mustache, and that would be just nasty. Another thing is, ya ikhwa, as we mentioned, the two ahadith is to distinguish ourselves from the pagans and the mushrikeen. The Prophet ﷺ said in the hadith collected by Muslim under the authority of Abi Huraira, trim a mustache and let grow the beard, distinguish yourselves from al-majus, fire worshippers, the pagans. And the hadith ibn Umar that is agreed upon, he said ﷺ, distinguish yourselves from the mushrikeen, let grow the beards and trim the mustaches. This hadith is in Bukhari and Muslim. أمر آخر يا أخوة، جاء النهي عن قص الشارب أو حلق الشارب، حلقه بالشفرة تماما. جاء في أثر صحيح عن الإمام مالك رضي الله عنه قال: ينبغي للذي يحلق شاربه أن يوسع ضربا. وهذا ذكر الإمام الألباني في أداب الزفاف وخرجه بإسناد صحيح عن الإمام مالك، قال: ينبغي للذي يحلق شاربه أن يوسع ضربا. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. فهم كرهوا
كرهوا حلق الشارب بالمدى أو بالشفرة تماما، يزيله تماما، هذا مكروه يا أخوة، هذا مكروه. ويسأل الإمام مالك رحمه الله تعالى said that for those who shave their mustaches they are to be beaten. So the Salaf disliked the one shaving his mustache, shaving it completely. That is disliked by the righteous predecessors رحمهم الله. And the Sheikh Al-Albani in his book Adab al-Zafaf mentioned this athar, and he mentioned that the chain of narration is authentic. So we talked about ikhwa that growing the beard is important. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to have a very big beard, as Ali radiallahu anhu mentioned, and they used to know that he used to move his lips in dhuhr and in asr by the movement of his beard sallallahu alayhi wa sallam. And we said Imam al-Shanqiti in his book Adwa al-Bayan, which is a book of tafsir, when he talked about the story of Musa and Harun alayhim as-salatu was-salam, when he dragged his brother by his hair and his beard, he said the Sahaba radiallahu anhum that conquered the east and the west, their beards were in their chests radiallahu anhum. And we said the Muslimin throughout history they did not know about shaving the beard except from the non-Muslims, from the pagans. That's where we got it from. Originally, all Muslims had beards, but we got this from the mushrikeen. وحتى يخو في التاريخ قبل 100 سنة في جزيرة العرب كان قليل جدا من يحلق لحيته، قليل جدا في قبل 100 سنة هذا الكلام فقط، بل أقل من ذلك. وأذكر أننا رأينا مخالفة في أيام الدولة السعودية الأولى، يعني مخالفة فيها غرامة، يعني مش عارف قرشين أو كذا، على صاحبها لأنه حلق لحيته. كانت الدولة يعني تصرف مخالفات. هذا الكلام ممكن من 70 أو 80 سنة. فالحاصل يا أخو أنه as we mentioned, يعني, this is not known by the Muslims, rather we got it from the non-Muslims. And our fitrah changed. What is not liked now is liked, and what is nice becomes disgraceful to many people. بيحكي لك نظف وجهك. نظف وجهك. كيف يعني نظف وجهك؟ سنة الأنبياء والمرسلين. وأمرنا به صلى الله عليه وسلم قل لك نظف وجهك. قال وفروا أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أطلقوا اللحى. ألفاظ، ممكن 5 ألفاظ كلها بنفس المعنى. قال صلى الله عليه وسلم وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر يا إخوة أمر مطلوب، والنظافة فيه ظاهرة، لأنه تحت الأظافر تعب الأوساخ والأقذار. الإنسان إذا جاء يأكل يعني أو كذا ممكن تنتقل هذه الأمراض وكذا. حتى الإنسان إذا جاء يعني يستنجي وله يعني أظافر طويلة، ممكن حتى لو غسل إيديه ما تخرج هذه الأوساخ. ثم إذا جاء يأكل يعني تنتقل هذه القاذورات والأوساخ إلى الطعام. فلا شك يا أخوة أن تقليم الأظافر مطلوب. وإلى الله المشتكى في هذا الزمان أيضا، أصبح تطويل الأظافر الموديل، الشباب والشابات يعني يتباهوا بالأظافر الطويلة. وكل هذا يا أخو جاءنا من الإفرنج، والله ما نعرف هذا. ديننا يأمرنا بقص هذه الأظافر وتقليمها، أنها ما تطول. هذا ديننا يأمرنا به، لأنه هذا هو النظافة، هذه الفطرة. تذكرون في الحديث قال الفطرة خمس، هذه الفطرة، فطرة أنك تقص هذه الأظافر، ما تطولها. لماذا تطولها؟ هذه جاءت من غير المسلمين، نحن ما نعرفها. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقولنا هذا الكلام من 15 قرن من أول الإسلام، يقول لنا تقليم الأظافر، نحن ما نعرف إلا تقليم الأظافر. أما اليوم أصبح هذا هو يعني الدارج، وهذا جاءنا كما أسلفنا، يعني جاءنا من الإفرنج. أنقل بس كلمة للعلامة عبد الله البسام رحمه الله، يقول قال ما يفعله الآن الشباب الشبان والشابات من تطويل الأظافر
وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب من الأمور الممنوعة شرعا. وحتى المسلمين أهل السنة يا أخو تجد يعني ما شواربه كبيرة جدا، هذا كما ذكرنا يا أخو هذا جاء من المجوس وجاء من المشركين ما نعرفه، يعني تجد شوارب طويلة تكاد ما ترى فمه. قال رحمه الله: من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا، وأن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح، غير أن التقليد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا. رحمه الله انتهى كلامه. الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى mentioned something beautiful. He said what we see nowadays from young men and women prolonging their nails, or from what some men do is grow out their mustaches. He said this is not permissible. And even يعني to those who are intellectual and those who have any character, this is something that is not nice. He said our deen calls to everything that is beautiful and warns from everything that is disgusting. He said, but it comes down to imitating the non-Muslims, and it has made everything upside down. رحمه الله. نعم. قال: وتقليم الأظافر ونتف الإبط. وش نعمل في الضوافر يعني بعد القصر؟ إيش السنة يعني؟ دفنهم؟ جاء دفنهم، نعم، جاء دفنهم في حديث. حتى لو الإنسان القام في القمامة يا أخو لا بأس. كان الدفن يا أخو حتى يعني يسلم الإنسان من شغل السحرة، أنه الساحر يريد شيء من أثرك، فكان الإنسان يعني كانوا يدفنوه فيما مضى. نعم، كانوا يدفنوا الأظافر، يدفنوها. لكن لو الإنسان ألقاها في القمامة ما في إشكال في ذلك أيضا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم وأعطى الحجامة لي أعتقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص، قالوا ادفنها وشربها. نعم، لكن قالوا ادفنها. نعم شيخ، هل فيه زمن مستحب ووقت مستحب؟ جايين على هذا الكلام إن شاء الله بس ننهي. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الخامسة: قال: ونتف الإبط. نتف الإبط يا إخوة هو السنة، لكن الإنسان لو كان يعني ما يعرف أو يجد ألم أو كذا لو حلق لا بأس، لكن الأصل والسنة هو نتف الإبط. نتفه استخدم اليوم الحلاوة أو ما شابهها يعني في نتف الإبط. ولعل من جرب يا إخوة يعرف الفرق في أن الذي ينتف الإبط يعني الشعر ما يخرج سريعا، ممكن يجلس أسبوعين حتى يخرج أو يبدأ يظهر، ثم لا يكون سبحان الله بتلك الكثافة التي تكون من الشفرة. فالأصل هو نتف الإبط، لكن إذا ما استطاع الإنسان لو حلقه وأزاله بأي طريقة أخرى لا بأس. ولا يخفاكم يا إخوة يعني الثمرة من ذلك، الشعر شعر الإبط يا إخوة إن طال يخرج رائحة كريهة، والإسلام دين النظافة ودين الطهارة، ويأمر بكل ما هو طيب وكل ما هو جميل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنتفه. Then he mentioned صلى الله عليه وسلم plucking or the plaiting the hair of the armpits. The reason is obvious here. The longer the hair is, the more يعني the sweat and smell is there. And the original matter is to deplate it or to pluck it. That is the sunnah. If one cannot handle it or doesn't know how to do it, he can shave it or remove it any way he likes. But by plucking them or deplating them, there is a benefit. The hair takes longer for it to come out. Than if one was to use the razor. وهذا الحديث يا إخوة أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. وبالجملة يا إخوة إزالة هذه الأمور هي من محاسن الإسلام، دين النظافة ودين الطهارة ودين التأديب والتهذيب، ليكون المسلم سبحان الله على أحسن حال وأفضل هيئة وأجمل وأكمل صورة، لأن الطهور
شطر الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. We said in conclusion, يا إخوة, these are characteristics of tahara, purification. As you know, our deen is based on cleanliness and tahara and purification, and all of this is to make the Muslim upon the best apparent condition. And because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that purification is half of the religion. بالنسبة لتوقيت هذه الأمور يا أخو, يعني كل كم الإنسان, كل كم يعني ما هي المدة اللي يتعاهد فيها نتف الإبط والاستحداد وهذه الأمور التي ذكرها؟ نعم, هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند الإمام مسلم, قال أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة, أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. قال: وقت لنا, من الذي وقت لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما الصحابي يا إخوة يقول أمرنا بكذا, نهينا عن كذا, وقت لنا كذا, الآمر والنهي هنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وقت لنا, رضي الله عنه, في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة, قال: أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. إذن هذا هو الأفضل يا أخوة, الالتزام بال40 ليلة. وسبحان الله, دين الجمال والنظافة يا أخوة, يعني حتى الإنسان دائما يكون يتعاهد نفسه النظافة الشخصية, هذه مطلوبة يا أخوة, النظافة الشخصية هذه مطلوبة, ولذلك أمرنا بتعاهدها. When it comes to what is the limit, what is the time limit in performing these practices, we mentioned Anas ibn Malik radiallahu anhu said that we have been timed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, giving a limit on the time in trimming the mustache, clipping the nails, plucking the armpits or depleting the hair of the armpits, and shaving the pubic hair, not to be more than 40 nights. Not to leave it or abandon it for more than 40 nights. And this hadith is collected by Imam Muslim. And obviously shows يعني how Islam orders that everything is that is clean and beautiful, and it is the religion of purity and cleanliness. ما جاء يعني حسن, لا, وإنما الإنسان يتعاهد يا إخوة. وبعض الناس يا إخوة قد يكون سبحان الله هو أصلا كثيف الشعر أو يعني ما شاء الله, يعني الأظافر تطول, شرب حليب كثير أو كذا, يعني فأمور من المستحبات يوم الجمعة قص الحديد ضعيف. ما أعرف إذا يصح شيء يا إخوة في قضية أي يوم, يعني أي يوم, ما 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 أعرف حقيقة إنه يصح شيء. لكن إذا كان الإنسان إخوة يعني الليمت 40, لكن ممكن أنت بعد 20 أمورك منتهية, فالليمت 40, لكن ممكن الإنسان بعد 3 أسابيع 4 أسابيع يعني خلاص, يعني لابد ينتف ويحلق ويضبط أموره. يعني حتى الإنسان يا إخوة, يعني يا إخوة, لما الإنسان المسلم يصلي 5 مرات في كل يوم وليلة ويقف أمام الله تعالى, فيقف في أحسن صورة وأحسن هيئة, والمسلم يأتي يصلي مع المسلمين في المسجد مع الجماعة, فلا يريد يؤذي إخوانه, ما يؤذي إخوانه ولا يؤذي الملائكة الذين هم يصلوا مع المسلمين في المساجد وموجودون, ما يريد يؤذيهم ولا يؤذي الناس, تكون يعني رائحته كريهة وكذا. لا أبدا, المؤمن ليس هكذا يا إخوة, المؤمن ليس هكذا. وبعضنا يا إخوة قد يتساهل في هذا الأمر, نأتي المسجد أي كلام, يعني بالبجامة قايمة من النوم حالته حالة, لكن لو قالوا له في ميتنج في مش عارف وين تلقاه لبس بدلة وعمل وسوى وأجا. حقيقة هذا يا إخوة فهم خاطئ. الإنسان لابد يعرف أنه واقف بين يدي الله تعالى, واقف أمام الله, وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم,
لذلك أمرنا يا إخوة بأن نجتنب المساجد إذا الإنسان أكل البصل والثوم الكراث حتى لا يؤذي المسلمين. كذلك يا إخوة كان الإنسان بحاجة أنه يغتسل ويتحمم يغتسل قبل ما يأتي المسجد. كان الإنسان مضطر يغتسل يعني في رائحة وكذا لا يؤذي المسلمين وإنما يغتسل. الفطرة يعني لغويا الأصل، نعم البراءة الأصلية الأصل، يعني حتى علماء الأصول يقولوا عنها البراءة الأصلية يعني الأصل الذي خلقت عليه. والفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه قلنا كل ما هو طيب كل ما هو خير، هذه الفطرة تدعو إلى كل ما هو خير. شوف فطرة خلقنا الله تعالى لنوحده، الله تعالى هكذا خلقنا نعبده ولا نشرك به شيئا. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يولد على التوحيد. كل مولود ينزل من بطن أمه مولود على التوحيد، مولود على الفطرة، ثم يحصل بعدين التبديل، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ثم بعدين يحصل التغيير. أما أنت خلقت لتعبد الله وحده، هكذا هذه الفطرة. فالفطرة أساسها التوحيد وكل ما هو خير، وتحذرك من الشر الشرك وكل ما هو يعني مخالف لهذا الخير. فالفطرة تدعوك لكل ما هو طيب. فطرة الله التي فطر الناس عليها. تفضل الحج. نعم يا إخوة، مسألة أطفال المشركين هذا اللي بدك إياه تعرفه؟ لكن أبواه يغيراه يا حج. وش ذنبه يا شيخ؟ يقصد لا لا أنا فاهم عليك. الولد ولد على الفطرة، ولد على التوحيد صحيح، ثم بعدين أخذوه على الكنيسة وعمره 5 سنين. لا لا بحكي أنا، بعدين مثلا أهله نصروه أو هودوه أو أصبح من هذه الاعتقادات وكذا. مسألة يا إخوة أطفال المشركين هذه فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، كما يعني منذ زمن أبو حنيفة وغيره، يعني مسألة حقيقة فيها بعض العلماء يقولوا أنهم ما زالوا على الفطرة لأنهم غير مكلفين حتى يبلغوا سن البلوغ، ومنهم من يقول غير ذلك بدليل هذا الحديث فأبواه. فالمسألة فيها خلاف والله أعلم، حتى أبو حنيفة إمام مالك ما استطاع يفتي فيها. الإمام مالك جاء رجل من المغرب وسأله هذا السؤال وقال لا أدري. قال له ماذا أقول للناس؟ قال له قل لهم مالك لا يدري. مسألة كبيرة حقيقة، أنا يعني لو تراجع كتب الفقه تجدها طويلة جدا والجميع له يعني رأي فيها، والله أعلم أنا لا أدري حقيقة. لكن عموما يا أخوة الفطرة التي فطر الله تعالى الخلق عليها هي التوحيد. أول أمر في القرآن قال يا أيها الناس اعبدوا الله ربكم، قال يا أيها الناس اعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا الله الذي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس قال الله، يا أيها الناس. في نفس وفي الآية التي بعدها قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالفطرة التي فطر الله عليها الناس هي على التوحيد. وانظروا إلى أبونا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قصته لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم رأى القمر ثم رأى الشمس. فطرة تنازعه عليه الصلاة والسلام، فطرته تنازعه هذا الكلام، لا يمكن يكون رب كوكب. وفطرته تنازعه على ما كان عليه آزر أبوه من عبادة الأصنام، أنها لا تنطق ولا تأكل ولا تنفع ولا تضر. فطرته تنازعه عليه الصلاة والسلام، قال إلا الذي فطرني
فالله تبارك وتعالى هو الذي فطر الناس على توحيده وعبادته وحده سبحانه وتعالى. الفطرة يا إخوة in general quickly is one's innate nature, the original matter he was created upon, which is to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone and not to gather any partners and worship with him. And then later on people switch and change. But the original matter is they were created upon tawheed. And the fitra calls to everything that is good and everything that is beneficial and warns from everything that is bad and forbidden. That is yani in a nutshell what al-fitra is. والفطرة وقضية يا إخوة الختان الشرعي. الختان يا إخوة الظاهر والله أعلم أنه للوجوب للرجال دون النساء، وما يفعل اليوم في بعض المجتمعات من ختن النساء وكذا هذا كله تعذيب، ولا يمت الإسلام بشيء. ما يفعل في أفريقيا وفي بعض الدول الإسلامية، لكن أعتقد هذه للعجمة وعدم فهم الدين. في الصومال وفي بعض الدول الإفريقية يقومون بختن المرأة ويعذبوها، ويعني يخيطوا فرجها أو يقصوا شيء منها أو كذا، هذا كله مش من دين على الإطلاق يا أخوة، وفيه تعذيب، وهذا كلام غير صحيح. وليس لأنهم مسلمون يعني يكون الأمر منسوب للدين، والدين من هذا الكلام براء. هذا الكلام فيه تعذيب للمرأة وتمثيل فيها ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الختان واجب للرجال يا أخوة، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب. Circumcision يا أخوة is there's a difference of opinion, but the stronger opinion that it is obligatory upon the boys. As for what happens to the baby girls in some Muslim countries or some African countries, this is all torture and is not from our deen, not at all. And it is absolutely against the teachings and traditions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Circumcision is for men and not for women. عاد مظبوط مظبوط، هذه بتكون مشكلة بعد. نعم. The hadith that said that if you do make this for a girl, don't do everything, just do the half of the bit, is a doif or is a sorry. The hadith that talking about the khitan for the woman? Yeah, actually for a woman. Is that hadith doif or I don't know Allah. I don't know. But if you see what is done in some of these African countries, ya akhi, has nothing to do with the deen. I think it is, I remember a Somali brother, a physician was talking about it. It's just African culture stuff. They sew the private part of the woman, they close most of it. They just let small tiny room for her to urinate. And then they cut off parts of the clitoris and stuff like that. Just they might be mushrikeen. لا 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 لا. This Somal has no mushrikeen, أخي. 100% Muslimin in Somal. There's no mushrikeen in Somal. These people are Muslim. And I've seen a documentary about them. يعني all of this has nothing to do with Islam. All of this has nothing to do with Islam. A lot of girls die. A lot of them die. I don't know where in their mind they got that from, but it's a cultural thing, and it is widely spread in some African countries. Naam, some of them are mushrikeen, naam, but Somal 100% Muslimin. Somal is a Muslim country. Yani, I think only two countries in the Muslim world that have 100% Muslimin: Somal and Libya. 100 Muslimin, 100%. Somal has 100% Muslimin. So it's an African thing. It's a cultural thing. Some of their crazy customs. يعني.
But that being said, ikhwa, a lot of the kuffar in this country or some places, they look at this and say, look, Somal is 100% Muslimin. They do this because Islam says that. And the fact is, ikhwa, Islam is free of this. This is torture. This is absolutely torture. It has nothing to do with our deen. هذا آخر باب يا أخوة في باب في المذي وغيره. الباب الذي بعده قال رحمه الله الباب الغسل من الجنابة. الذي كان يريد يسأل فيما مضى يا أخوة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة وكذا، إن شاء الله هذا سيأتي معنا في هذا الباب. وهذا الباب يا أخوة يتعلق في أحكام الغسل، كيف الإنسان يغتسل غسل الجنابة ويرفع نفسه، الحدث الأكبر والأسباب في ذلك، وما هي الآداب، وهي كل ذلك يا أخوة من جملة الطهارة. كل هذه غسل الجنابة كلها من جملة الطهارة الذي جاء الإسلام بالأمر به. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهي من جملة النظافة والطهارة. نعم حج. ما أعرف، قد يكون لأنهم عندهم نبي موسى عليه السلام وعندهم شريعة كاملة كانت، ممكن، الله أعلم، لا أدري، لكن المية موجودة يعني، ما أعرف، الله أعلم، حقيقة أنا لا أدري. We said that was the last hadith in the fourth book. The fifth book now has to do with removing the major impurity, الجنابة, and taking a bath for the جنابة. This chapter, يا إخوة, or this door, has to do with the rulings. The reasons why a person is to take a bath from a major impurity, what are the etiquettes of doing so, how he, sallallahu alayhi wa sallam, performed this bath, ghusl al-janaba. And all of this, ya ikhwa, is from the purification and cleanliness of our deen. As Allah said in the beginning of Surah Al-Ma'idah, وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَرُوا. If you are upon the state of janaba, major impurity, then seek tahara, purification. Subhanallah, ya ikhwa, insan lamma yahsul minhu al-jima' wa yahsul minhu asbab al-ghusl, yahsul 'inda al-insan ta'ab wa futur wa da'f al-dawra al-damawiyya. فجاء الإسلام سبحان الله بالأمر بالغسل حتى الإنسان ينشط الدورة الدموية عنده ويذهب هذا الفتور ويأتي بالنشاط. After a person, يا أخو, has a major impurity, maybe an intimate impurity, usually a person gets weak and tired and there's no energy and the blood circulation becomes weak. Therefore, Allah تبارك وتعالى ordered us to take a bath to revive our body and to become more energetic and help with the blood circulation. ذكر أول حديث في هذا الباب كذلك حديث أبي هريرة. ترون سبحان الله أكثر الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. يعني كان أبو هريرة يمشي في بعض طرق المدينة وأبو هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة، يعني أبو هريرة كان على جنابة. قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم. He mentioned رحمه الله تعالى حديث number 28. Under the authority of Abi Hurairah radiallahu ta'ala anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam met him in some of the roads or paths of Medina while he was upon impurity, meaning Abu Hurairah, the major impurity, janaba. He said radiallahu ta'ala anhu, so I slipped away from him and went to take a bath. And then I came back. He said to me sallallahu alayhi wasallam, where were you, يا أبا هريرة؟ He said, or I said, I was upon impurity and I disliked to sit with you being while in the state of impurity. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, SubhanAllah, verily the mu'min does not become impure
And this hadith is collected by البخاري and Muslim. ذكر هذا الحديث 28 يا إخوة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. يعني كان يمشي أبو هريرة في الطريق في المدينة، يعني في الطرق كان يمشي، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم. لقيه أبو هريرة كان على جنابة. أبو هريرة رضي الله عنه said that he was walking in some of the paths of Medina, some of the walkways in Medina, and he met the Prophet صلى الله عليه وسلم while he was in the state of impurity. أي intimate impurity. قال فانخنست منه. إيش يعني فانخنست منه؟ استحى، لكن ماذا فعل؟ قال فانخنست منه، يعني قال فانخنست منه يعني أنه انسل واختفى، يعني شوي شوي طلع، يعني كأنه جاء ناس كانوا يكلموه كذا. أيوة بالضبط، طلع تسلل اختفى. قال فانخنست منه يعني تسللت واختفيت ابتعدت، كأنه كان في ناس فجاءوا ناس ويسلموا عليه وكذا ويكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فانخنست يعني تسللت اختفيت هربت طلعت. He said رضي الله عنه I slipped away. So there were people, probably there were other people there talking to the Prophet صلى الله عليه وسلم. So he basically slipped away from him. يعني he slipped away. And he tells the reason. قال فذهبت فاغتسلت. أبو هريرة رضي الله عنه انخنس من هذا الموقف ثم رجع البيت ذهب اغتسل ثم جئت ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ذكر بعدين إيش السبب يعني. قال he slipped away and went back to take a bath. That was the reason why he slipped away رضي الله عنه وارضاه. قال ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ أين كنت يا أبا هريرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني افتقده، كان موجود ثم ذهب أبا هريرة. فقال له أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. أبو هريرة رضي الله عنه من تمام الأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع جلالة قدره ما أراد يجلس معه وهو في على جنابة وهو على غير طهارة. وهذا فيه يا إخوة ما كان عليه الصحابة من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتعظيمه. وهذا يكون كذلك يا إخوة مع العلماء الكبار وأهل الفضل والصالحين من احترامهم. أبو هريرة رضي الله عنه said after he came back, the Prophet صلى الله عليه وسلم told him, where were you يا أبا هريرة, where were you? He said, يا رسول الله, I was upon intimate impurity and I dislike to sit with you upon this impurity. And we said, this shows the respect the Sahaba رضي الله عنهم had to the Prophet صلى الله عليه وسلم. The absolute respect and knowing his status صلى الله عليه وسلم. He did not want to sit with him and be near him صلى الله عليه وسلم upon impurity. And this is how it should be with the righteous and the senior scholars and the likes of them, showing respect to them. فقال له صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. يعني قال له صلى الله عليه وسلم متعجبا من حال أبي هريرة أنه ظن أنه على نجاسة وظن أنه على نعم ظن أنه نجس. فقال له إن المؤمن لا ينجس. طب قد يكون إنسان يا أخو على جنابة، كيف يعني إن المؤمن لا ينجس؟ لا يبقى على نجاسة. أيوة يعني ذات المؤمن يا إخوة ليست نجسة. نعم تكون هذه نجاسة حسية، أما معنويا المؤمن لا ينجس يا إخوة. مؤمن هذا موحد طاهر.
فهمتم؟ يعني حسيا قد يكون على ثوب نجاسة، على بدن نجاسة، لكن ذات المؤمن لا تنجس تماما، خلاف الكافر. الكافر يا أخو نجس، لكن نجاسة معنوية. قد يكون الكافر نظيف ماخذ حمام تركي، لكن ذاته نجسة. لماذا؟ لأنه مشرك. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مع أنه ممكن متنظف اليهودي أو النصراني أو المجوسي، ماخذ حمام تركي بالمعلمة، ولكن ذاته نجسة لأنه مشرك. تماما عكس المؤمن. المؤمن لو كان أكرمكم الله يعني على عنده نجاسة في ثوبه أو في نعله وكذا، لكن ذات المؤمن طاهرة، لأن المؤمن موحد. لأن المؤمن موحد. تفضل حاج. نعم. وقيل هذا وقيل هذا، أنه لا يمسه إلا الملائكة. نعم، لوح المحفوظ يعني لا يمسه إلا الملائكة، وقيل لا يمسه إلا من كان على طهارة. وهذا قول الأئمة الأربعة يروا أن المصحف يا إخوة لا يقرأ منه إلا على طهارة، حتى على وضوء لا بد يكون الإنسان على وضوء. هذا قول الأئمة الأربعة، أن المصحف لا يقرأ منه إلا على طهارة وعلى وضوء. مش بس رفع حدث أكبر، يعني لا يمس. نعم، لا يقرأ منه، يعني لا يحمل المصحف إلا على وضوء. نعم، لا يمس المصحف، لا يمس المصحف ولا يقرأ منه المصحف. يعني في بعض الشيخ يقول لك أنه إذا رحت على بحافة مع محارب تبدأ تمسك كفوف وتتقلب بالمصحف. هذا سيأتي قريبا إن شاء الله، لا نضيع يا إخوة، هذا راح يأتي. قضية مس المصحف والحيض وهذا يأتي في بابه إن شاء الله، يأتي في بابه. المصحف بالتليفون والإنستغرام هل تنطبق عليه هذا الكلام؟ إيش هو؟ المصحف اللي بالتليفون. المصحف اللي بالتليفون مش مصحف، يعني مش مصحف. التليفون مش مصحف، التليفون مش مصحف، فما في مشكلة لو الإنسان دخل الحمام أو كذا. لكن يا إخوة هنا مصيبة كذلك، تجد الناس في المسجد جالسين يقرأوا من التلفونات. أخشى يأتي علينا زمان ما حتى نحمل المصحف. والحقيقة يا أخو هذا خلاف الأصل، بيجيك مسج وبيجيك مش عارف إيش كل هذا وانت على 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 التلفون. وإيش هالكسل هذا؟ في بيت الله في مليون مصحف ونحمل التلفون. حقيقة الإنسان لو كان مسافر أو كذا يقرأ من التلفون، ما في مصحف. أما في المسجد كمان نقرأ من المصحف، كذلك كثير من المشايخ اليوم لا يرتضى أو يرتضى قراءة القرآن هذا من المصحف، خاصة يخو في المسجد. يعني خاصة في المسجد، أنا نخشى والله يأتي على الناس زمان أنهم يعني يهجروا المصحف تماما. من فعل أبو هريرة يعني يجوز واحد يخرج من بيته غير طاهر؟ نعم، يجوز تأخير غسل الجنابة. نعم، لأنه ما هو واجب يا إخوة أنه الإنسان يغتسل مباشرة بعد الجنابة. لأنه أبو هريرة راح السوق، راح في الطرقات، لأنه ليس من شرط غسل. وهذا من سماحة الدين، أنه ممكن الإنسان عنده شغلة وبعد الوقت بين الفجر والظهر عادة طويل، أو الوقت بين العشاء والفجر طويل، صحيح ولا لا؟ فمن سماحة الدين أنه ما يجب بعد الجنابة مباشرة تتحمم. أبو هريرة نزل في السوق. نعم، فهذا يدل على أنه لا يجب الغسل من الجنابة مباشرة، وإنما يعني مباشرة، وإنما الإنسان إذا كان في مصلحة قد يؤخر ذلك. نعم، يعني ما في مشكلة عنده أمور بده يعملها وكذا. نعم، بس ما يكون في عمل وكذا، بمعنى أنه يأتي عليه الظهر هو ما زال على جنابة، ويأتي العصر هو ما زال على جنابة، وإنما الوقت مثلا من الفجر للظهر طويل. الإنسان مثلا راح يتسوق بعد الفجر ويشتري أغراض وكذا، ما في مشكلة، برجع الساعة 12 لسه مع ساعتين بالضبط. الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بقول أنه إذا بس واحد إنه يتطهر، بس يتطهر طهارة ال
الجنابة. أيوة. الغسيل بعد الإخر أنت ما بده يتغسل، بس إنه يتوضأ من الجنابة بس. أيوة، حتى يخفف الجنابة. هذا يأتي معنا إن شاء الله، يأتي معنا. لكن لو توضأ الإنسان بعد جنابة ما رفع الحدث، بس هذا خفف الحدث. لسه ضايل عليك تغتسل، تأخذ شاور. عرفت علي؟ يعني الإنسان بعد الجنابة توضأ وضوء للصلاة، هذا يخفف الجنابة فقط. لسه ضايل عليك شاور، لسه ضايل عليك غسل. عرفت؟ هذا يأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. We will continue the explanation بإذن الله تعالى. If we live until then, أن الله تبارك وتعالى knows best. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله